العيلة الأردنية والمنسف. يا جماعة أنا إلي شهر مبلش بالشغل، ومبارح نزل راتبي، وزي ما وعدكم عازمكم على الغداء على حسابي. أنا غير منسف ما باكل. آه منسف عشان عمل دقموسة. ولا يهمك يابا، إلك منسف تاكل أصابعك ورا. محمد بسرعة قوم ساعدني بسرعة بسرعة. بركة بسرعة جهز السفرة يلا. يلا مدوا يدكم مدوا يدكم. يابا من وين جايبه؟ والله إنه بشهي كثير. من مناسف مؤاب يابا، موجودة بشارع عبد الله هوشة، بعدين شوف كيف طلبته، نص رز ونص عيش. والله يابا مرتب، وبعدين الرشوف عندهم على الأصول خرافي. أحمد إيش هاي اللي هون؟ ولك هاي الفطيرة. يا أخي مش قادر أقاوم. بدي أسألك كله من نفس المحل؟ آه يابا، مناسف مؤاب بعمل لك كل إشي، فطيرة، رشوف، كنافة البدو اللزاقيات، والمنسف اللي على كيف كيفك واللحم خرافية. بس والله يما هسه صار بدها تحلقي، ولكم جبت لكم تحلقي، تخافوش مش حارمكم من إشي. من جد؟ شو هي؟ هاي العلبة اسمها لزاقيات كنافة البدو. أنا اللي ما بيعجبني أي حلو، هاي عجبتني كتير، والله إنها زاكية. أحمد، يعني بدك تصير كل شهر تعزمنا زي هيك؟ يا حبيبي، لبست حالي طابق، ملهوش حل.